مرحبا، هذا كمان جريد 9. خلونا نشوف السؤال الموجود هون. tension and elongation of a spring. قلنا عن جي 10 نيوتن. elastic spring solid as. characteristics of a spring. Then the elastic limit. عم بقول elastic limit يعني انه انا ما في طوله قد ما بدي، يعني عرفت كيف؟ انا في طوله فرضا 7 سنتيمتر، بس اكثر من هيك اذا بطوله اكثر من هيك بنزع. يمكن هيك قصده elastic limit. The variation of the tension T بنزع لانه بخربوا ساعتها، بينتزعوا الرسور كليا يعني. The variation of the tensor T as a function of the elongation delta L of the spring. طيب نحن قادرين نعرف التي قديش بتساوي او هذا. referring to the graph complete the table below. بيقول لك التي وهذا دلتا ال والكي على اساس نيوتن بير سنتيمتر. كي complete the graph below. طيب ولما كان التي هذا التي لما كان التي 2 قد ايه دلتا ال كان 1 سنتيمتر، بتحط هون 1. لما دلتا ال 2 سنتيمتر كان 4 نيوتن، وستة يعني 3 سنتيمتر. نشوف شو قلتلنا. ثلاثة كيف هي؟ 1 2 لحظة شوي. تي كان 2، دلتا ال كان 1 صح. دلتا ال 2 معناتها تي كان 4 صح. 3 6 كمان صح. اوكي. 2 K represents a characteristic physical quantity. بس عم تأمل بالجملة، ما حسيتها لغويا كتير حلوة. A characteristic which is a physical quantity of the spring، يعني كان في يقول a physical a quantitative characteristic of the spring. هاي الجملة أفضل بس مش الحال، فهمانين على بعض. give the name of this characteristic. اسمها stiffness أو spring constant. طيب give its value in SI international system in newton per centimeter. شو اذا give its value in SI قديش نيوتن بير متر يعني. فانت قلت هي هون بتطلع 2 2 2. اوكي صح. فاتنين نيوتن على مزبوط بتطلع 200 نيوتن بير متر. اوكي منو قليل. then that gives the relation between T وK ودلتا L. قصدك بقول هوكس لا. هلا ال هون give its value شو اسمه. انت هون لما عبيته نحن بكل بساطة كنا عم نقسم. هلا هون كتر خيره انه هو اعتبر انه ال K يعني هون ولا شيء، بس انه نحن عارفين انه هذا الكي هي سبرينج كونستانت يعني، وحتى عارفين انه هذا كله اسمه هوكس لا. هلا اللي منه عارفين انه هو هوكس لا، يعني لنقول واحد تلميذ، انت هلا عم تحكي مع واحد صف ثامن مثلا، قلت له عبي لي هالتيب، بيعبي لك اياه يعني. ويمكن ينبسط بالفكره ما يلاقي هون نفس الرقم، هون نفس الرقم، هون نفس الرقم، سابه 2 2 2. بس هو على فكره اذا بتحكي معه مش فارقه معه اذا بيطلع 2 3 7 مثلا. ليه؟ لانه بالنسبة له الكي مش كتير هو واعي انه الكي هو constant number. هو بيقول لك الكي هو number مثلا، وبالتالي ما بيكون واعي انه هي constant، فما بيكون شايف بالموضوع لا. اما انت وانا بنعرف، اما هو ما بيعرف. الصف الثامن مثلا اذا طلع هيك ما بيعرف، فهو بالنسبة له عم يحسب ratio تي على دلتا ال. هلا بس يطلعوا كونستنت هون ساعتها هو لازم يلمح شيء، لازم شيء يلفت له نظر.
تقريبا يعني هن عم لما هاي هيك نوع من الأسئلة كانوا عم بيتعاطوا معنا كأنه نحن صف ثامن، بس صرنا بالبارت 2 كأنه صرنا صف تاسع. عرفت كيف؟ give the name of the law that gives the relation between t و k و delta r. وهون انت بتكتب له بتقول له t equal k times delta l، بتقول له hooks law. بتقول لي طيب ما هذا اللو ما اصلا هو مكتوب هون، صح، بس هون عقلية صف ثامن مش عارفين اذا الكي حيكون constant او لا، بينما انت هون عارفينه انه هو constant على اساس انه هو characteristic و physical quantity و physical quantity that does not vary، يعني هي عن جد constant. عرفت كيف؟ وبس هيك انا حبيت بس ضوي على الفكرة، يعني انه لانه التلميذ هون بيحتار بيقول طب ما هي هون ما كاتبينه هون ليش ما سألني عنه هون؟ طيب انه هون مثل عقلية صف ثامن وهلا هون كبرنا، يعني على اساس انه مثل حطينا عقلنا براسنا وصرنا نعرف انه هيدي انه هيدا القانون اسمه هوكس لو. على كل الاحوال equilibrium of solid dust. انا بشجع انا مش عم بحط هول الفيديوهات مش عم بحطهم انه مين ما كان بيقدر يشوفهم، بحطهم بس على اللينك، يعني انا بعطيك اللينك الرابط وانت بصير فيك تشوفه. انا بشجع انه انت تنشره بين رفقاتك وهيك، في معلومات حلوة عم نقولها، الا اذا هالشي بيسبب لك احراج مع استاذك ساعتها لا، او معلمتك ساعتها بدلك الشغل. ويستفر كل واحد هو مسؤول عن حاله، يعني أصدقائك والصف هنا مسؤولين عن حاله. We suspend the solid gas from free end of the spring gas is at rest. Give the names of the two forces acting on us. لهنا ال T والدلتا L. Write down the vector relation. ارسمهم. هيدا طبعا ارسمهم. ما في شيء بلا رسم. بالاخص السنة الجاية، يعني السنة الجاية رسمة ضرورية. هلا يمكن هيك بتعدي يعني، بس انه السنة الجاية رسمة ضرورية. وحتى هلا يعني انا بستغرب ليش ما بيحطوا بالسؤال انه draw them، لك ارسم لي اياهم مثلا. على كل الاحوال tension weight W، ما تقول W minus T equal zero، مش مزبوط، W plus T equal zero. لما T بياخده على اليمين بيصير minus T، بيصير W equal minus T، و W equal T كmagnitude من دون فيكتورات. الفيكتور ريليشن هيدي هي اساسا this ball at rest so it's equilibrium، بعدين بتقول W plus T equal to 0، بتقولهم هون، بتقول at rest so equilibrium يعني W plus T equal to 0. بقول لك deduce the relation between T and M، هيدي هي M times G equal W equal T، هو قال لك between T and M، يعني بتحط له بترجع بتكتب على سطر جديد T equal M times G. اوكي part 3 elastic limit of the spring يعني حدوده، حدود تمغيطه. The maximum within its elasticity limit is 7 سنتيمتر. If you suspend a mass of 1.7 kilogram its spring loses the spring loses its elasticity، يفقد التمغيط تاعه، يعني خلص انخرب، صار مثلش يعني بطل يمغط، بطل يرد التمغيطة، خلص مغط وخرب. justify referring to the graph. انت قلت تي ماكس هي 14 نيوتن، صح، وبالتالي تي equal m times g بحالتنا اللي هن 1 point، انت عم جيب تي ماكس يعني اوكي، عم جيب الماس ماكسيموم، برافو. اوكي يعني الماكسيموم ماس عم نجيبها هي لازم تكون تي ماكس على 2 على جي. اوكي يعني 14 على 10 1.4 كيلوغرام، هيدي الماكسيموم. بما انه نحن حطينا ماس 1.7 طلعت الماكسيموم دلتا ال از 1.4. انت قلت
So the maximum is to let it elongate to its maximum delta L is okay. La bas. And since it's 1.7 kilogram, the actual mass اللي حطيناها actual A C T U A L actual mass 1.7 kilogram, so بدو يخرب بكل البساطة. Justify referring to the graph. ومن لك التوفيق.